كما استقبل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك القائم بأعمال رئيس منظمة الجمارك العالمية، نائب رئيس منظمة الجمارك الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، سعادة الدكتور ميلاد نمور سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء نقل الدكتور مصطفى السيد تحياتي وتقدير سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للشعب اللبناني الشقيق، وتمنيات سموه لجمهورية لبنان الشقيق بدوام الأمن والأمان والمحبة والسلام، مؤكدا سعادته بأن توجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالوقوف مع الأشقاء في لبنان ومساعدتهم في التخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، تأتي تأكيدا على العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط البحرين بجمهورية لبنان. من جهته أعرب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن تقدير منظمة الجمارك العالمية لجلالة الملك المفدى على توجيهاته الحكيمة بتقديم العون والمساعدة للأشقاء اللبنانيين، وحرص جلالته على الوقوف مع الجمهورية اللبنانية في ظل هذه الظروف الأليمة التي تمر بها. كما قدم معالي خلال اللقاء استراتيجية منظمة الجمارك العالمية في دعم الأشقاء في لبنان لإعادة تمكين الجمارك اللبنانية من مزاولة عملها بشكل طبيعي عبر تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وتقديم كافة أنواع الدعم لتجاوز تداعيات انفجار المرفأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتشغيلي. من جانبه أشاد سعادة الدكتور ميلاد نمور بتوجيهات جلالة الملك المفدى بتقديم العون للبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤلمة، معربا عن شكر وتقدير الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لهذا الموقف النبيل من مملكة البحرين وما أبدته المملكة من تعاطف وتضامن مع الشعب اللبناني وحرصها على الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة. نخطط لإعادة تعمير المرفأ وهي خطة جدا استراتيجية ضرورية، لأن كل الأشياء تدخل إلى البلد في الإعمار عن طريق الجمارك والموانئ، فتحرك البحرين خاصة أن البحرين الآن عندها رئاسة منظمة الجمارك العالمية برئاسة الأخ الشيخ أحمد اللي جيش كل جمارك العالم لتقديم دعم للبنان. يؤكد موقف مملكة البحرين الثابت تجاه دعم الأشقاء في المحن والظروف اللي يمرون فيها. حقيقة نأمل من هذا الدعم، ومثل ما الكل عارف أن مبنى الجمارك في لبنان تضرر بالكامل نتيجة قربه من ميناء ومرفأ بيروت. نأمل من هذا الدعم أن يساهم في عودة الحركة في العمل الجمركي هناك بأسرع وقت ممكن. كذلك بحثنا اليوم مع سعادة السفير خطة المنظمة في دعم الجمارك اللبنانية، واللي حقيقة وجهت فيها الأمين العام بزيارة لبنان بأسرع وقت ممكن للاطلاع عن قرب عن ما يحتاجون الأخوان من دعم إداري هناك. وسوف نستمر في تقديم هذا الدعم إن كان من خبراء أو مدربين. جهاز الجمارك الكريم اللي دايما نحن على تواصل معه، جهاز الجمارك اللبناني وجهاز الجمارك البحريني، وفي تعاون دايما وثيق بين الدولتين، عنده مبادرة كريمة بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة الرشيدة انه يساعدوا في لبنان ببناء وإعادة ترميم وتجهيز مبنى الجمارك اللبناني المدمر اللي هو موقعه قريب جدا من مكان الانفجار والذي تعرض لأضرار هائلة. وسيتم التعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لنقل أي مواد ولنقل أي تجهيزات وأي ماتيريال تساعد هذا الهدف. أنا اليوم بدي أتوجه بالشكر لحضرة صاحب الجلالة
ولسمو الشيخ ناصر على كل جهد بيحطوا تضامنا مع لبنان واللي بيعبر عن محبة فائقة للبنان.